هنا الجماهير. وقبيل بداية الشوط الثاني الإضافة اقتحم مشجعون إماراتيون ملعب المباراة أشبع طبيب النصر ضربا وركلا رغم تدخل رجال الأمن في مشهد مؤسف لا يمت للرياضة وما كانت عليه المباراة بين الفريقين بين لاعبي الفريقين من روح رياضية. والأمن مستتب الآن، الأمن مستتب الآن، لا تخطئ بكلمة. في الاستوديو يلتحق بنا الآن سيد حميد يوسف مدير فريق الوصل الإماراتي. أولا ألف مبروك لكم التأهل، جاء من عنق الزجاجة ومن فم الأسد. الله يبارك فيك. يعني أعتقد أنه أحداث اللي جت في المباراة من ضرب وشغب جماهيري ربما تطغى على الأحداث الفنية، تطغى على الأحداث الفنية التي حدثت. تعليقك، قلت لي يعني في حديث قبل البرامج بأنك لم تشاهدها لأنك كنت في الملعب. نعم اللقطة أعتقد إذا نشوف اللقطات، نشوف اللقطات تكون أفضل. بعد اللقطة اللي شفناها أعتقد كان في استفزاز من أخصائي العلاج الطبيعي في نادي النصر. شو استفز؟ استفز بحركة غير لائقة مثلا، الحكم شافه حركة غير لائقة، لا يصح اني اشرها في الاستديو او شيء. نعم. فهي كانت الحركات غير اللائقة موجهة لمين؟ للجمهور. موجهة للجمهور وهو قريب من الجمهور، واللعب كان متوقف بنهاية الشوط الاضافي الاول. هنا صارت الاحداث. طبعا الاحداث هذه مرفوضة، نحن يعني ما نقبل هالتصرفات من اي مشجع انه ينزل في ارض الملعب. نعتذر للأخوة السعوديين في نادي النصر أن التصرفات صارت من أشخاص، ولكن الشرارة بدأت من المعالج اللي يعني كان هو الشرارة. كان هو شرارة أكيد، الحكم شاهد الشيء وأعتقد أنه سجله في تقريره. وعلى طول طرد المعالج خارج هذا، وطبعا دور لاعبين الوصل والجهاز الإداري والفني طبعا كان في حماية لاعبين النصر، وبعد كل مشجع كان موجود طيب في الملعب. أن يتم اقتحام الملعب من المشجعين أيا كان الاستفزاز بهذا الشكل، يعني حتى في دوري الإماراتي للدرجة الثالثة لا نشاهده. التصرف هذا مرفوض. مرفوض. لا أنا أقول كيف يعني تفسر أنه الجمهور يقتحم الملعب بهالطريقة؟ أعتقد يعني الفريق بصراحة لأول مرة تحدث. لأول مرة ونحن ما نقبل هالتصرف. ولكن شفت هذا الشخص. نعم هذا معالج. هذا معالج أو مدلك أو شيء، هذا الشخص هو اللي استفزهم وكان قريب من عندهم. تعرف أنت الحين الملاعب كلها مفتوحة. طيب ما في أمن أنه يمنع الجمهور من الدخول؟ لا الأمن موجود، الأمن موجود وما تشد يعني قبل حصلة الأشياء هذه. طيب أن لا أن مشجع أو اثنين أو 10 مشجع. طيب لا تلزم انا اشوف لقطة الضرب من البداية، يعني كان رجال الامن حوالين المعالج ولا يحمونه، ليش؟ لا تفاجأوا، كيف يسمونه؟ تفاجأوا، رجال الامن ما يحمون المعالج، يحمون اي شخص يكون موجود في الملعب. يعني كان شوفنا ان في اللقطة انه في ضرب على المعالج، رجال الامن حول الموضوع ما بس فجأة شوف وين رجال الامن الحين الان تشوف دخولهم، الحين دخولهم مفاجئ. شوف رجال الامن وصلين موجودين اكما بس يكفي عددهم؟ ايه يكفي عددهم، عدد رجال الامن يكفي موجود، لان التصرف ما كان متوقع اصلا. شوف جاء المدد الحين على طول، على طول الشرطه موجودين ومأمنين مواقف خاصه للباصات والمواصلات للاخوه السعوديين في مكان مخصص لهم، كان متفق عليه من جانبنا نحن مع الجانب السعودي مع الامن قبل ليله المباراه في الاجتماع اللجنه الفنيه. نحن اقترحنا ان نضع الجمهور السعودي في مواقف سيارات خاص بهم، شددنا الامن هناك. لان نحن عارفين المباراه فيها فوز وخساره، يمكن تصرفات لا مسؤوله من اي شخص يكون برا الملعب برا النادي بعد نهايه المباراه. ما توقعنا ان الشيء هذا ممكن يحدث. نعم لم يكن احد يتوقع اطلاقا. يعني انت تحمل المسؤوليه لمعالج النصر، للشخص هذا اللي استفز، كانك تبرئ الجماهير. ما الجماهير ممكن احطهم شويه يعني، بس شوي غلطانين يعني على هالمشهد هذا، هم شويه غلطانين. غلطانين ما اقول لك، انا اقول لك غلطانين، بس الاستفزاز اللي اياهم اثناء المباراه وبعد المباراه رجع مرة ثانية يبغى يضارب الجمهور، يمكن هذا عنتر. نحن ما ندري، يمكن عنتر هو. أظني عنتر، لأن بعد المباراة يمكن كان لابس فانيلة حمراء، غير فانيلته وعفد يبغى يضارب. شوف يضارب مسكين، إذا عنتر واكل ضرب كذا أجلس تصير عبلة. كيف استفز الجمهور؟ ليش شو شو يعني الشيء اللي سواه مكتوب في تقرير الحكم؟ يعني أكل ضرب ما أكله أحد. والله يستاهل.
يستاهل يستاهل اذا 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 صار يعني اعتقد انه من كرم الضيافه لا ما بكرم الضيافه الحين انت انت يعني انت تلعب في ملعب خارج ملعبك او سواء خارج دولتك اوكي باي مكان حتى لو في دولتك تصرف هذا التصرف اي يجي يستاهل الجائزة هذا التصرف يا اخي الحين مروا من ربط الناس كلها بعد ايه ولكن طيب لكن طيب ممكن بس اسالك سؤال اخر هل تلقيتم احتجاج او نقل لكم بان النصر السعودي احتج؟ اعتقد لا يحق لنادي النصر الاحتجاج لان سير المباراه لم يتاثر باي شيء. نعم، الا يمكن ان يفسر هذا بانه شغب على ارض الفريق المضيف؟ لا لا يمكن لا ان تنقل لا المباراه تعاد؟ لا لا مستحيل مستحيل مرابع المستحيل لم يكن هناك احتجاج مرابع لا يحق لهم الاحتجاج رقم واحد، لم تصل احداث بين اللاعبين ولا في يعني اشياء يعني تخاف على امن اللاعبين او الحكم على سير المباراه لا كل الاشياء كانت يعني تحت السيطره على التصرف يعني الغير مقبول من جانب سواء المشجعين او من جميل. العامل هذا اللي في فريق النصر نحن ما نقبل التصرف نعم. أبارك لكم الوصول إلى نهائي كأس الخليج أرجو أن يكون لكم حظا موفقا في النهائي شكرا هذا أسبب الأحداث أهم حدث يعني في المباراة أهم حدث أقول لك فوز الوصل وتفوق الوصل اليوم في المباراة أي. عكس المباراة الأولى يعني اذا تفوز على فريق النصر السعودي بل احنا قلنا احنا ما همشنا فوز الوصل همشنا لا لان احنا ممكن الكل نسى فوز الوصل لا مو الكل مو انت مسوي استفتاء على الكل واضطرت انت سويت استفتاء على الكل احنا نقول الحادثه هذه يعني حادثه هي لفتت النظر في المباراه لفت نظر الجميع اليوم ايضا مبروك لكم على المستوى الرائع اللي ظهر في فريق الوصل ان تكون لديك روح رياضيه لتقبل الحوار والنتيجه اكيد انا وياك في كل الامور لكن يجب ان تتطرق ايضا الى اداء المستوى المباراه اليوم مستوى المباراه كيف كان؟ رائع جدا من قبل الوصل مبروك طيب الله يبارك فيك انبسط؟ خلاص طيب مبروك الله يسلمك كان لدينا ايضا يعني حديث مع رئيس نادي النصر لكنه اعتذر في اخر المباراه في استاد